أعزائي المستمعين، صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي هتفتح فيه الفيديو. احتوى وادي الملوك على مجموعة كتب اختلفت باختلاف المرحلة الزمنية، وعشان كده كانوا بيراعوا تمثيل المناظر على الجدران حسب ترتيب الكتب، وكان ترتيبهم كالتالي من الأقدم للأحدث. أول كتاب كان كتاب الإيميدوات، وهو كتاب زمني ومعناه ما هو موجود في العالم الآخر، وكان له اسم تاني وهو كتاب الغرفة الخفية، وعشان كده كان بيسجل على جدران غرفة الدفن بس، وهنلاحظ ده على جدران مقبرة أمنحتب الثالث وتحتمس الثالث في أحسن نموذج له، واللي كان بيتميز إطار المقبرة بيكون لونها أصفر أو بيج باهت زي لون ورقة البردي، وكأن المقبرة كلها ورقة برد كبيرة محوطة تابوت المتوفى، والمنظر اللي على الجدار كان مرسوم بالقلم أوت لاين زي كأنه بخط اليد كده، لا محفور ولا منقوش، كتمثيل وتكبير لكتاب الإيميدوات الحقيقي، واللي كان بيحتوي على 12 ساعة، واللي بيحكي رحلة الشمس ليلا خلال الوقت ده من لحظة غروب الشمس ومعها غروب الروح إلى لحظة شروق الشمس ومعها شروق روح الملك. أما على الكتاب فهو مقسم في الداخل إلى ثلاث صفوف ريجسترد، والأوسط هو السنترال الرئيسي اللي فيه مركب الشمس، وهنلاقي فيها إله الشمس، وهو عبارة عن موميا واقفة برأس كبش، وكل ركاب المركب محوطينها من كل ناحية، والموميا حواليها تعبان بيلفها ويحميها، والموميا اللي برأس كبش بنقرأ الكبش با، وده تعبير عن با إله الشمس عند رحيلها للعالم الآخر. أما على الملك المتوفى فبيكون مرافق لإله الشمس، وهو اللي بيكون ماسك دفة المركب. بيبدأ الكتاب في الفصل الأول بأربع ريجستر، وهو فتح باب الغرب عشان الشمس تغيب، ثم عشان الشمس تغيب، وبعد كده بيتقسم الكتاب بثلاثة ريجستر. عادة ما بيختاروا من الكتاب ساعة معينة بتسجل على الجدران، مثلا بيتم تسجيل الساعة رقم 4 من الكتاب، وده بيتمثل كزيجزاج نازل في مركب، وده اللي بيمثل مداخل العالم الآخر، والساعة دي هي ساعة مدخل العالم الآخر، وهي نفسها مدخل وادي الملوك، وعشان كده هنلاقي ان المركب بدايتها ونهايتها على شكل تعبان، لان المركب مش بتمشي في الصحراء، لكن التعبان هو اللي بيمشي في الصحراء، وهنلاقي في المركب الاله الرئيسي هو اله الشمس داخل المقصوره، والملك واقف اخر واحد في المركب، وده لان الملك هو مرافق الرحله الشمسيه مش هو الاساسي. وهنلاحظ الاخره الملكيه ان اخره الملوك في السماء مع الشمس، لكن اخره البشر مختلفه تماما. الملك تحتمس الثالث هو الملك الوحيد اللي مقبرته بتحتوي على 12 ساعه من كتاب الإيميدوات، لكن طبعا من غير ترتيب، وعشان كده هنلاقي اول ساعات على اليمين والشمال، وبعد كده الساعتين في الواجهه، وبعد كده على اليمين وعلى الشمال. اما عن عيوب الكتاب ده انه نصوص من غير شرح، يعني كان نصوص توضيحيه كده لاسماء الالهه، واللي عددهم 375 اله، ومكتوب اساميهم على العمود قبل غرفه الدفن لمقبره الملك تحتمس الثالث، كلهم آلهة مصريين وبيرافقوا رحلة الشمس في العالم الآخر. الإلهة هتحور ربة السحر والإلهة مع ضمن ركاب المركب عند رحلة العالم الآخر. نيجي حضراتكم في الأسرة 19، كان بيسجل مناظر الكتاب على الجدار الشمالي من جدار المقبرة،